عاش سلمان الحزم راعى الفعايل. ترتبط الإبل في المملكة العربية السعودية ارتباطا وثيقا منذ الأزل، وامتد هذا الارتباط إلى وقتنا الحالي، حيث تسعى المملكة دائما إلى الحفاظ على الموروث من خلال الجهود التي تبذلها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، للاهتمام بالإبل والمحافظة عليها وإبراز إصالة موروث الإبل على الصعيد الدولي، حيث يعد نادي الإبل من الأندية الأوائل المتخصصة في رعاية الإبل. لم تتأخر المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه عن دعم الموروث العربي الذي يتميز به سكان الجزيرة العربية، ويأتي إنشاء نادي الإبل امتدادا للعناية بالموروث الشعبي ودعمه وتطويره لما يتناسب مع الوقت الحالي. والآن أصبح مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وجهة لكل الملاك من داخل المملكة العربية السعودية، بل تعداه إلى مشاركة الأشقاء في الخليج والوطن العربي وعددا من المهتمين من دول العالم. ويأتي تأسيس المنظمة الدولية للإبل ومقرها الرياض على أهمية الإبل وارتباطها بالتراث والثقافة في دول العالم. شكرا للزملاء على هذا التقرير. أبو فهد، يعني نشاهد تطورات وقفزات سريعة جداً